السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني يوم 18 من شهر أكتوبر من كل عام يوما للمرشدين السياحيين. جاء ذلك خلال رعاية الوزير لحفل خريجين الفوج الأول من المرشدين السياحيين، حيث أعرب الزياني عن اعتزازه بتخريج أول دفعة من المرشدين السياحيين في المملكة، والذي بلغ عددهم 26 مرشدا. وأوضح الوزير أن تخريج المرشدين السياحيين يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الهادفة إلى تعزيز قطاع السياحة في المملكة، كونه يشكل قطاعا اقتصاديا ورافدا رئيسيا من روافد النمو الاقتصادي في البلاد. وصلنا إلى تخريج أول فوج من هذه المبادرة اللي أطلقناها قبل شهرين في شهر أكتوبر. الهدف من وجود مرشدين سياحيين مرخصين من الدولة هو خلق قطاع سياحي متكامل، بحيث أن إحنا الرسالة اللي نوصلها للسائح أو الزائر لمملكة البحرين تكون رسالة موحدة تحفظ فيها قيم البحرين، تاريخ البحرين وحضارة وعراقة البحرين، وتوصل بطريقة احترافية وبانتظامية، سواء يعني وصلها شخص أو شخص آخر. الهدف الآخر أيضا هو خلق قطاع وظيفي جديد. أقفل مؤشر البحرين العام يوم أمس بانخفاض بلغ 0.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,372,363 سهما بقيمة إجمالية قدرها 379,335 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 60 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبته 72% من القيمة الإجمالية للأسهم.